فرصة ضاعت هنا. يعني المدرب يجب أن يعطي تعليماته للتغيير، لأنه صار تغيير، خرج يان ولم نرى المنتخب الأردني يعني استغل ربما هجمة واحدة من علي من رشيم رايت. هو رشيم علي رايت الميدل نيم لرشيم بحسب اللوائح المقدمة من البعثة الأردنية، وهنا الفرصة قائمة للمنتخب الأردني للعودة بالفارق إلى 10 نقاط أو دون 10 نقاط. رشيم رايت ما بعرف، يعني غياب سام فترة طويلة عن المباراة كمان بيكون مؤثر يعني نوعا ما على الأداء الهجومي للفريق. رشيم فشل بآخر محاولة وتمريرة رائعة تصل إلى أطول لاعب صيني بالبطولة اللاعب جانغ جاو شو مترين 21 سنتيمتر بيسجل النقطة الأولى بالمباراة، أوصلته الأولى هم نقطتين الفارق 14. زيد ينجح زيد بإصابة السلة، وهذه الثلاثية هي الثانية لزيد عباس في اللقاء، الفارق 11، باقي 3 دقائق على عداد الشوط الأول. المنتخب الأردني قادر على مقارعة منتخب الصين، يجب التركيز أكثر، الصبر على الهجمة وعدم السماح للبيج جايز بالمنتخب الصيني الاقتراب من السلة. هنا قطع للكرة و التيرن اوفرز، لاحظ هنا جيان ليان يستعد للعودة. المنتخب الصيني يعني مش ممكن يستغني عن جيان ليان لوقت طويل، وإلا المنتخب الأردني سيبقى قريبا، وإذا بقيت المباراة كلوس الأمور ممكن أن تذهب بأي اتجاه بنهاية المباراة. لذلك المدرب الأمريكي للمنتخب الصيني لا يقامر في هذا الموضوع محمد. طبعا يعني هو يعتمد على اللاعب بشكل أساسي، جان ليان هو نجم الفريق والمسجل الأساسي، وهو يعني اللاعب يعني الليدر في فريق في الفريق الصيني، فنجد المدرب يخرجه لفترة بسيطة للراحة ثم يعود به في المباراة. هذه المباراة يعني مباراة مهمة، ويعلم المدرب المنتخب الصيني أنه لا يستطيع إجلاس لا جان ليان ولا وانغ جيجي في هذه المباراة، لأن المنتخب الأردني طبعا منتخب جيد ويستطيع يعني أن يجاري المنتخب الصيني، ممكن يفوز عليه إذا ما أجلس هؤلاء اللاعبين. آخر 2:30 من الشوط الأول، قصي جان ليان عاد مستنى حاليا بالدفاع. أنا رأيي إذا هلأ وصل الدبل تيم يعني تيم عليه اضطر يرجع هنا لحاله بيسدد بيحط، يعني هذه هي المشكلة. شفنا دغري باللمحة اللي قبل اجتمعوا عليه لاعبين فضل يمرر، عندما بيكون لوحده بيطلع إما بالفايد اوي شوت أو بيقتحم المنطقة بحركة سريعة. زيد عباس دور كبير في هذه المباراة، مباراة ممتازة لزيد عباس، الفارق 12، الفرصة الآن قائمة لمنتخب الأردن، يجب التسجيل، يجب على المنتخب الأردني أن يبقى قريبا بالسكور قبل نهاية الشوط الأول. وخطأ يحتسب الآن على منتخب الصين، بنالتي سيتويشن، عدد أخطاء الصينيين وصل لـ5 وتخطى الـ5 بالربع الواحد، وهذا الخطأ الدفاعي من جانغ أدى بالحكم لاحتساب رميتين حرتين للمنتخب الأردني. زيد عباس على الفري ثرو لاين. عندما عاد سام الآن نجد الأداء الهجومي أفضل بكثير، يعني وجود سام في الملعب ضروري جدا، وهو يعني لاعب ذكي يعرف كيف يدير يعني يدير الفريق، يعني هو مدير العمليات بالفريق. من غير سام شكل الفريق صراحة ما كان مطمئن جيد. أول لاعب بالمنتخب الأردني بأرقام مزدوجة، اللاعب زيد عباس 11 نقطة تسجيلا، دفاع ضاغط على كامل مساحة الملعب يطبق الآن المنتخب الأردني، لكن إفراغ اللاعب سوني وي المسدد الماهر والله ستر ولم يسجل هذه الثلاثية. عملية السكرين ذكية من لاعبي المنتخب، وهنا زيد عباس يحاول، وثالث ثلاثية لزيد عباس في هذه المباراة، بينزل فارق لـ7 32-39 بالوقت يعني المهم من عمر الربع الثاني.
زيد يسجل وهنا الريباوند بالوقت المناسب. لاحظ هنا الصبر على الهجمة لأن السلة مهمة جدا، بترجع الفارق لخمسة. هنا انظر الأداء الجماعي، يعني شكل الفريق متزن في ظل وجود سام دجلس. الفريق الأردني لجأ إلى اللعب بفول كورت بريس، سوى فول كورت بريس بوزيشن. نعم. ورأينا الفريق الصيني، يعني الفريق الصيني لا يجيد التصرف تحت الضغط، يعني لاعبي الفريق الصيني هم لاعبي نجوم، يعني كلهم من بعضهم من لاعبي الأنبياء، لا يحب الاحتكاك البدني بشكل كبير ولا يتعاملون مع الضغط، يعني مع الضغط الدفاعي بشكل جيد. في الهجمة الماضية رأينا المنتخب الأردني يعني يلعب في الكورت بريس، نجح في تقليص الفارق إلى 8 نقاط. الآن ممكن يقلصه سام دجلس في هذه الرميتين. سيحتاج المنتخب الأردني إلى مجهود تركيز دفاعي في الفترة المتبقية لإنهاء هذا الشوط بأقل فارق ممكن. إذا استطاعوا تقليص الفارق إلى 5 نقاط أو 4 نقاط سيكون يعني شيء ممتاز للعودة في الربع الثالث والبداية من جديد لمحاولة الفوز في المباراة. وكما قلنا الفوز لا يعني فقط التأهل، إنما ضمان مركز أعلى بترتيب المجموعة ومحاولة الهروب من ملاقات متصدر المجموعة الثانية المنتخب الإيراني، بالرغم من عدم ربما اقتناع قصي بهذا الموضوع. لكن أنا والله إذا نشق اليوم المنتخب الأردني، إذا ربح اليوم الأردني إن شاء الله بيكون ربح على الصين، بس هو خسر مع الفلبينية ومع اليابانية. الفريق الصيني ربح على هذيك الفرق. نعم. فهو المفروض ياخذ محل يا اما اليابان او اما الفلبين. نعم. هذول الحسابات، فهو راح يصير مساويهم بعدد الفوز والخساره بما انه هن ربحانين. نعم. فانا بعتقد يعني الفريق الاردني اقصى طموحه برايك هو المركز الرابع من بعد خسارته بالدور الاول مع اليابان بعتقد، وبالدور الثاني مع الفلبين. سنرى بكل الأحوال محمد. طبعا فوز المنتخب الأردني أيضا في هذه المباراة سيعطي فرصة لتحسين الترتيب، ولا ننسى الجانب الأهم هو الجانب المعنوي. نعم. أنت عندما تفوز على منتخب الصين سيعطيك دفعة معنوية، سيعني يزيد من تركيز اللاعبين، سيحفز اللاعبين وسيجمع الفريق مع بعض. يعني الخسارة دائما تسبب العديد يعني الكثير من المشاكل، تشرذم، بينما الفوز بيجمعهم ببطاقة، يجمع اللاعبين، خصوصا إذا فاز المنتخب الأردني في هذه المباراة ستكون مباراة مهمة. يعني سيكون سيأتي هذا الفوز في الوقت المناسب إن شاء الله. بكل الأحوال الثواني الأخيرة للوقت المستقطع لم يتبقى على عداد الشوط الأول سوى النذر القليل من الثواني. استفاقة للمنتخب الأردني. جيان ليان، زيد عباس، وال لي يي على خط الرميات الحرة يفشل. الفارق 5، يعني الفارق 5 نقاط. إذا ما استغل المنتخب الأردني الهجمة القادمة سيكون يعني حقق وسجل، سيكون حقق يعني شيء ممتاز بإنهاء الشوط بفارق قليل جدا للعودة في الشوط الثالث. الثواني الأخيرة، زيد عباس وتحت السلة، دفاع قوي من المنتخب الصيني، وبينتهي الشوط الأول بفارق 6 نقاط 40-34. جيان ليان هو نجم الصين الأول في هذه المباراة واللاعب الأفضل من حيث التسجيل ومن حيث الأداء الدفاعي. هذه هي إذن كل أحداث الشوط الأول.